مطلوب مننا هنا ان احنا نكمل البرلين. هنبص هنا على المسامير اللي هي مش مظبوطه زي ما احنا شايفين كده، نروح مدلتين المسامير القديمه وهنبدا نعمل المسامير بتاعتنا. اهي اضغط على المسمار كده وادوس دبل كليك واروح قايل له ابلاي اوكي عشان اخد الخصائص بتاعته، يبقى الخصائص بتاعته كده لزقت عندي في البرنامج. ماشي، اروح قايل له كرييت بولت يعني كون المسمار، اختار الاجزاء اللي هتتمسمر، اول حاجه الزاويه مع البرلي، واختار من نص الايه، اختار النقطتين اللي انسب عليهم المسامير. طيب المسمار شايفين جاي لي كده مش ايه، مش معدول، عايز اعدله اروح ضغط عليه دبل كليك واروح قايل له هنا ايه توب فرونت، اتظبط زي ما احنا شايفين كده. عشان المسمار يطلع مظبوط يبقى لازم اعمل ايه؟ اطول الزاويه دي شويه زي ما عملنا المره اللي فاتت. فانا جيت طولتها قلت له سالب 25 في الستارت و25 في الاند من ايه، من قائمه بوزيشن في الدلتا اكس اهو، عايز اطولها. قلت لكم في طريقه ثانيه نطولها من غير ما نمسك النقط بتاعه البدايه والنهايه، ان انا ادوس عليها دبل كليك كده واروح قايل له هنا سالب 25، يبقى هتطول 25 من الناحيه دي و25 هتطول 25 من الناحيه الثانيه، كبرت كده. تمام، حركت انا المسامير كده، المفروض دي ممسوكه بمسمارين ودي ممسوكه بمسمارين، يبقى نفس الكلام اللي انا عملته اعمله بس من الناحيه الثانيه. تمام، بص يا باشمهندس اللي بتسال ليه المسامير مش جايه من النص، انا مش محتاج انها تكون جايه من النص. تمام، انا بمسك دي بمسمارين ودي بمسمارين اهو، نفس الكلام. مظبوط كده، مظبوط. المسامير زي ما احنا شايفين كده فيها ميل خفيف، واخدين بالكم؟ مش عادل. ايوه يا باشمهندس، هبص هنا الاقي زاويه، ثواني بس. ليه بحط المسامير في نص الخط ده؟ ازاي بحطها في النص؟ بكل تاني هعملها قدامك اهو، بصي ادي المسامير اهيت، بختار الجزء اللي انا عايز امسمره اهو، ده وده، وادوس كليك اللي في النص. في امر هنا اسمه سناب على الايه؟ على الميد بوينت، اضغط عليه ماشي. وفي امر هنا اسمه اختار الخطوط اللي بتكون القطاع، خلاص هيروح جاي مختار لي الخط ومختار لي النقطه اللي في نص، واخده بالك النقطه اللي في نص الخط ده اهو، واروح جاي على النقطة التانية اللي الناحية التانية اللي قبالها اهو، بس كده. جاوبت لك على سؤالك ولا في حاجة تانية مش فاهمها؟ ظبطناهم اتنين ازاي او تلاتة ازاي او كده؟ مش كنت قلت لك المرة اللي فاتت؟ ماشي، ان انا المسافة البادئة بتاعت المسمار بتحكم بيها من هنا اللي هي ال 25 دي، مظبوط؟ طيب بصي انا هدلت المسامير دي كده، خليكي معايا. انا هخلي المسافه دي 30، شوف ايه اللي هيحصل في المسامير، هخليها مثلا 40، بص ايه اللي هيحصل. راح محرك لي المسافه البادئه بكام؟ ب 40. خلاص، يبقى احنا عرفنا المسافه البدايه من نقطه بدايه المسامير. المسامير زيها زي القمره بالظبط، ليها نقطه بدايه اهي لونها اصفر، وليها نقطه نهايه اللي هي اللي ايه؟ اه بتختاري نقطة البداية والنهاية، وبعدين تختاري المسافة بتاعت بداية المسامير من نقطة البداية. أنا عايز المسامير تبدأ على مسافة 25 من نقطة البداية، يبقى أروح حاطط لها كام؟ 25 أهو. طيب بعد كده بتحط له المسافة بين كل صف مسامير والتاني، أنا حاطط له 50، حاطط له مسافة واحدة، مسافة واحدة تعني إيه؟ تعني كام مسمار؟ مسمار في أولها ومسمار في آخرها، مسافتين تعني كام مسمار؟ ثلاث مسامير وهكذا. يعني انا لو دخلت له هنا مسافتين 50 و50، بص ايه اللي هيحصل؟ هعمل لي كام مسمار؟ ثلاث مسامير. ماشي،
طيب لو عايز احط بقى عمودين مسامير بقى، عمودين مسامير اروح مدخله في مسافه، في المسافه ديت اروح قايل له مثلا 50 هنا كمان. بص اللي حصل. ماشي، انا مش محتاج ده كله، انا محتاج هنا 50 ومحتاج دي بزيرو. زيرو معناها ايه؟ عمود واحد بس من المسامير، و25 هنا مظبوط؟ لو ايه؟ ستار شيب ستاندرد بقى. لا زميلكم بيقول انا عايز اعمل مسامير ستاندرد، يعني مثلا كان دول مسافتين كده 50 كده. بتعمل المسامير الاول، تعملوا المسامير الاول. ده مركز يا باشمهندس؟ فاهم؟ فاهم ولا قاعد كده يعني ايه؟ تقضيه الدوره خلاص. طيب في امر هنا تحت، بص يا باشمهندس اسمه سيلكت بولت، سيلكت سنجل بولت، اروح معلم عليه كده واختار ده ادلته. ماشي، اهو اصبح ايه؟ استجر، اصبح زجزاج. واخدين؟ واخدين بالكم؟ وهكذا يمشي مثلث كده. ماشي، بعد كده اروح معلم على دي تاني عشان يرجع زي ما كان تاني. تمام، زي ما قلت لكم لو عايز اطول الزاويه دي زي الزاويه دي، اخلي الزاويه دي تاخد نفس خصائص الزاويه دي، اروح معلم على دي كده. خلوا بالكم انا عايز اخد خاصيه ايه؟ عايز اخد خاصيه الستارت والاند، ومش عايز اخد بقيه الخصائص دي. مش انا لو علمت على دي دبل كليك وبعدين وقفت على دي وعملت موديفاي هروح معدل الزاويه دي زي الزاويه دي؟ لا. طيب انا مش عايز اعدل كل الخصائص، انا عايز اعدل الخاصيه دي والخاصيه دي، اروح دايس على الزرار ده يروح شايل لي كل العلامات الصح اللي انتم شايفينها اهو. شال، لما بدوس عليه تاني بيروح مرجع لي كل العلامات الصح تاني. لا انا هعلم عليه كده اشيل كل العلامات الصح واروح معلم على دي ومعلم على دي عشان انا مش عايزه ياخد لي بقيه الخصائص، واختار ديت واختار ديت واروح لافف كده. اروح قايل له كده موديفاي. يبقى انا كده طولت الزاويه كلها. عايز اخد المسامير كوبي، اسهل ما يمكن، تروح معلم على المسامير كده وتروح قايل له كوبي، وتختار اي نقطه تمسكهم منها، مثلا همسكهم من النقطه دي واديهم فين؟ اروح موديهم هنا. بص كده اهو، ماشي. اروح واخد المسمار ده كده والمسمار ده كده واروح واخده كوبي، بس هاخده من النقطه دي هنا كده، واروح لافف كده واروح نقله. طبعا في مسامير ف مش مشكله، هنعملهم من جديد اهو، سهله جدا هيك كده وبعدين كده وبعدين من هنا. عشان لما احطها هنا، ما هي بص المسافه دي قد المسافه دي، فانا مسكتها من النقطه دي بس للناحيه الثانيه وكنت احطها هنا كده، كانت هتركب في نفس المكان على طول. تمام، دي حاجات انت هتتعلمها مع نفسك يعني ان شاء الله لو اشتغلت في البرنامج ده من الخبره. ماشي خلاص كده، واروح واخدهم كوبي، ندلت المسامير الاول. هقول لكم حركة حلوة جدا بتسهل حاجات كتير. فرضا أنا عايز أعلم على المسامير كلها مرة واحدة وأدلتها، أعمل إيه؟ أروح قايل له هنا سيلكت بولت أهو، أروح داخل ضغط عليها دبل كليك كده، ضغط عليها دبل كليك، يبقى كده لما يختار هيختار المسامير بس. أروح معلم كده، بصوا أهو، شوف أنا معلم إزاي اختار إيه؟ المسامير بس. ماشي، لكن لو ما كنتش عملت الحركة دي كان هيعمل إيه؟ هيروح مختار إيه؟ أي حاجة تعدي جوه البوكس بتاعي كان هيختار، لكن الحركه ديت قلت له اختار الايه؟ المسامير. كوبي
ظبطنا كده الفريم من هنا. دول كده اتظبطوا اهو. عندنا الاوفست اللي كنا قلنا عليه اللي هو السالب 25 من 25، اروح له موديفاي. تمام، تمام كده. ماشي، وهبدأ احط في المسامير بتاعتي. هلعب هنا في الايه؟ ماشي. هلاحظ هنا في ميل خفيف، واخدين بالكم في جزء من المسمار ايه غاطس في الحديد. هروح ايه اللي هنا، فاكرين الايقونه دي؟ حد فاكرها؟ هتلاقوها موجوده في الفيديو وانا مركز عليها جامد جدا. هروح لافف المحاور مع الايه؟ مع الكاميرا بتاعتي المايله اهو. هبص كده هلاقي في زاويه طلعت لي هنا، اخليها بصفر. راحت ايه؟ ظبطت لي. خليت المحاور تلف مع الكاميرا بتاعتي. بص اهي، شوف المحاور جت فين؟ الاكس والواي، شايفها؟ جت ولفت مع الايه؟ مع الزاويه بتاعتي. فلما ضغطت على دي راح مديني زاويه ميل عن المحاور. لا انا عايزها تبقى ايه؟ زيرو مع محور اللي الكاميرا، عشان تبقى عموديه على الكاميرا بالظبط. تمام، تمام. ممكن تدخله هنا زاويه 180، شوف اللي هيحصل. اروح لافف لك المسمار 180 درجة حوالين نفسه. اه. واروح كده جاي معلم وقايل له كوبي. ضغطت على الكيبورد. ضغطت على نقطة غير النقطة اللي أنا واخد منها. عادي، دوس اندو. خدها تاني. اعمل كوبي، وبعد ما تخلص الكوبي بتاعك في المكان المظبوط دلت الايه؟ القديم اللي كان معمول غلط. دي طريقة برضه. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا البرلين الحمد لله. نبص نشيك على الاسمبلي، عارفين يعني ايه الاسمبلي؟ الحاجات اللي هي ملحومة في بعضها. أهو، تمام. اهو كده اهو ماشي كده كويس خالص.
اختار دول كده واروح له كوبي، حطيتهم هنا كده. ماشي. طيب هبص هنا كده الاقي القمر ده عايز ايه اللي يحصل له؟ عايز يجي في نص الكاميرا هنا، فممكن اعمل له سبليت. فاكرين السبليت اللي عملناه المره اللي فاتت؟ فاكرينها؟ اروح جاي كده ايديت سبليت واختار، وبعدين ايه؟ اقطع كده. لا انا هعمل طريقه ثانيه، هعمل طريقه ثانيه. خلوا بالكم الطريقه دي حلوه جدا ومفيده. اول حاجه اروح مختار الكاميرا كده، ماشي؟ اروح مختار الكاميرا كده، وبعدين اروح دايس الت ومختار النقط اللي انا عايز احركها في الكاميرا. اهو الت اهو، راح مختار لي ايه؟ بالك؟ راح مختار لي نقط البدايه والنهايه بتاعت الايه؟ الكاميرا. اروح جاي بقى بعد كده نقله في نص الايه؟ في نص الكاميرا. ام اهو من نقطه التقاطع هنا اللي هي وش الكاميرا لغايه نص الكاميرا زي ما احنا شايفين كده. كله اتنقل اهو. هروح واخد البرلين كوبي، اخد الفريمز كوبي بقى، في ما عملناها كتير، اكتر حاجه عملناها الميرور. بص كله كده كوبي. واختار الكاميرات كده. ما خدش ال هيلو كده سيلكت اسمبلي اهو. تمام. ماشي يا جماعه، تمام كده. كله صح، كله صح ما عدا ايه؟ ما عدا المين سيستم اللي في الاول. واخدين بالكم شوفوا ده شكله عامل ازاي؟ ماشي. في حين ان شكله المفروض يبقى زي الايه؟ زي اللي الناحيه الثانيه اللي هو ده، شكله كده عادل ازاي. فاحنا هنعمل حاجه حلوه اللي زميلكم قال لي عليها دلوقتي. هنعمل ايه؟ ميرور لاول واحد بس، ماشي. اروح قايل له ايديت كوم سبيشال. لازم الاول قبل ما نعمل ميرور نعمل ايه؟ نخلي الاكس واي على الفيو. نخلي الاكس واي على الفيو ازاي؟ اروح دايس كده وقايله كده. خلاص اخترت البرلين اللي في الاول مع المين فريم اللي في الاول. اروح قايله ايديت كوم سبيشال ميرور. تمام.
ويبقى كده عملنا البرلين وعملنا المين سيستم. البرنامج صعب ولا سهل؟ طيب هناخد بقى درس النهارده الاساسي بقى ان شاء الله، ان احنا عايزين ندخل الايه؟ البريسنج هنا اللي هي الكورسات اللي بتبقى موجوده هنا دي، عايزين ندخلها في الايه؟ في المين سيستم ده. طيب انا المفروض بيبقى عندي كورسات فوق وكورسات تحت، فاحنا هناخد الكورسات ازاي؟ باكيتين طبعا، دي بتبقى جايه لك في الديزاين، انت كشوب درون مش مطلوب منك انك تحدده. باكيتين باكيتين وثلاث باكيات ايه؟ صغيرين دول. ماشي؟ يعني هناخد الباكيتين دول كده كروس، والباكيتين دول كده كروس، وايه؟ والثلاث باكيات دول كروس على بعضها. ماشي. ماشي؟ ماشي. هنخلي بالنا بقى، احنا عايزين نرسم الايه؟ البريسنج. البريسنج بتبقى راكبه فين؟ بتبقى راكبه في مكان من الاثنين. ماشي. يا اما تبقى راكبه في نص البرلين من هنا، يا اما على الفلانجه الايه؟ يا اما على الفلانجه العلويه. انت معايا ولا مش معايا؟ ماشي يا شباب؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نرسم فين؟ عايزين نرسم البريسنج هنا في المستوى ده، الفلانجه العلويه ده. هديكوا امرين جداد دلوقتي. الامر الاولاني سيت ورك بلان يوزنج 3 بوينتس. حد يقدر يقول لي ايه الورك بلان ده اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ الورك بلان ده هو المستوى اللي انا بعمل فيه كوبي.